السنين اللي مضت والرحلة اللي ما انتهت والأمان الأمان اللي بقت تغيب وحبك ما يغيب تغيب وحبك جمانة. جمانة حبيبتي تفتي علي. جمانة وحرام هالدموع تشرح الوشي الحلو. منو يما؟ منو اللي يفكر يتزوج وحدة مثلي؟ منو اللي يتزوج بنت الظلام؟ اللي عايش بالنور يرضى يحبس روحه بالظلمة معي، ولا اللي عايش بالظلمة ومحتاج النور يرضى يتزوجني؟ خلص حبيبتي خلص، لا تساوي بحالك هيك. يما قولي لي، قولي لي منو؟ منو؟ منو يما؟ منو؟ أنا جمانة، أنا تميم. خير، شفيكم؟ أهلا تميم. لا ما في شيء، بس جمانة حساسة شوي وهي زعلانة لأنه أنا وأبوها نايمين بالمستشفى وهي لحالها. جمانة شو هالحكي يا فعليك؟ زين واحنا وين رحنا؟ انت لازم تعرفين ان بيت عمتك هو بيتك واحنا كلنا نشيلك فوق راسنا. تسلم يا تميم، بعرف انه انتم ما بتقصروا ونحن ما عم نجربكم. الله يخليكم يا رب. الله يسلمك يا خالتي. انزين جمانه يلا قومي معي. وين؟ انت اليوم بتنامين ببيت عمتك، ما يصير تنامين في البيت بروحك؟ مشكور يا تميم، أنا ما راح أطلع من هني، بنام عند أمي. فواز. تعال بك. اسمعني زين، هذه فلوس، هذا الجواز، تحجز لي على أول طيارة رايحة سوريا، مفهوم؟ إن شاء الله يا أبو. اسمعني عاد،
حتى لو كانت الطياره الليله. بحجز ان شاء الله يابا. توكل على الله. لحظه يا فواز، يا عبد اللطيف يا اخوي لا تعاند، انت حتى لو رحت هناك ما تقدر تسوي له اي شيء. نادي ولي سلمك، لا تعطليني. فواز توكل على الله يبا. ان شاء الله يبا. اوه انا لازم ادق على خالد، هو يتفاهم معك يمكن يقدر يلين راسك ويقنعك. نادية، نادية سمعيني عاد، انا مو محتاج احد يقنعني يا نادية، وبعدين انا اللي قاعد اسويه حسب الظروف، الظروف تحكم، خصوصا لما يكون الامر متعلق كونك ام ولا ابو يا نادية. خالد شلون؟ عبد اللطيف مسافر؟ زين ايش حق السالفه؟ لحظه خليني اب ناديه. لحظه لو سمحت. ولدي عندكم داخل، ممكن تطمني عليه؟ الله يخليك. ايش فيه؟ في احتمال كبير انه يكون عنده نزيف داخلي. نزيف داخلي؟ وشنو سبب النزيف؟ هو احتمال يكون عنده كسر بالأوس الصدري. شلون؟ يعني حالته خطيرة. لحظة ما ينفعش. شو ما ينفع؟ اقول لك ولدي بشوفه بطمن عليه الله يهداك. لغاية دلوقتي ما اقدرش اقول لك أي حاجة عن حالته. حضرتك بتنتظر لغاية ما نخلص الأشعة وبعد كده بقول لك كل شيء أنت حابب تسمعه. خالد رد علي. خالد اي مشكله؟ لو سمحت انا بشوف ولدي. ممكن يا دكتور؟ حجة ايش فيك؟ ما انت حجين ايش فيك؟ تاخذون رقم تليفون هذا وتخابرون على اهله وتقولوا لهم ابنكم مخطوف يمنا وتطلبون فديه 200 الف دولار، افتهمت؟ وهذول الاثنين الامريكان شو نسوي بيهم؟ لك هذول الامريكان ما نقدر نسوي لهم شيء، ذولي وراهم بلوه. شنو يعني نتركهم؟ لا اذبحهم اذا براس المقاومه. لك شنو هالذكاء هذا؟ لا لك انت. انا؟ هي انت تعال. لك قل لي ابوك شو يشتغل؟ محامي. حلو محامي. راح نخابر على ابوك. ليش؟ ايش تبغى منه؟ ناخذ من عنده فدية حتى نطلعك. فدية 20 شدة. شنو يعني 20 شدة؟ اي صح، ما تعرفون شنو العشرين شدة؟ يعني 200 ألف دولار. وهذول ربعك يهموك؟ شلون يعني؟ يعني تريد تطلعهم وياك؟ ها؟ شنو ها؟ شبيك كل ما احكي وياك تقول لي ها؟ يعني
تريد تطلعهم وياك؟ لو اخلص عليهم. ايه لا، بيوم يطلعون معي. حلو، راح نخابر ابوك ونقول له على فدية 30 شدة. او لا تقول لي ما اعرف شنو 30 شدة، يعني 300,000 دولار. اوكي، وفي سبوست $1 نوت تورست as you say. Why did he steal one of our weapons? Anybody in his situation would do the same, sir. To defend himself. Yeah, but Sylvia, you know. Sir, I'm not done yet. Sure, continue. If he is, he would have took all of the weapons we have then. Not just a gun. God, fine. And all of the evidence we have against Abdullah makes him innocent from this case. I agree. But the decision is not in our hands, as you know. Sir, they don't know him the way I do. Don't worry. Abdullah's case is a good chance to change the American image to the Arabs. Don't worry. وليش ما حكيتي يا جمانة؟ أتكلم شنو أقول يما؟ أنت وأبوي بروحكم تعبانين وقايمين من عملية خطيرة. أنا كنت متأكدة إنه صاير شيء، لأنه أنا بعرف عمتك ومنار، لا يمكن يتركوكي إلا إذا صاير له شيء مصيبة. يما أنت نامي الحين وارتاحي. شلون بدي نام وارتاح بعد ما خبرتيني إنه عبد الله بالعراق والأمريكان عم يدوروا عليه؟ وإحنا شنو بدنا نسوي يما؟ إذا سامي وأخوي مو قادرين. ليه سكتي؟ كمليها، قولي انه نحن مو قادرين نوصل لاخوك سامي. انا اسفه يما، ما كان قصدي اذكرك بسامي اخوي. ليش انا نسيته لحتى تذكريني فيه؟ اذا اخوك اسامه اللي قبله واللي صار له 24 سنه ما نسيته، بدي انسى سامي؟ تليفونك معك؟ اي ما. طلعي واتصلي بعمك ابو عبد الله، خلينا نطمن عليه. ان شاء الله. طمن ابنك بخير. هي ايش سالفة النزيف هذه؟ في الأول شكينا إنه يكون في كسر في القفص الصدري، وده اللي كان مسبب النزيف. طيب يعني الحين ما عنده نزيف ولا عنده؟ بعد ما شفنا الأشعة وطمنا عليها أقدر أقول لك لا في نزيف ولا في كسور. الحمد لله، الله يبشرك بالخير يا دكتور، والله يطمنك إن شاء الله. في سؤال محيرني وعايز أسأله لك. تحت أمرك. مين اللي عمل كده في ابنك؟ ما حطقني. شلون ما حطقك؟ أنا استكلم، لازم تتكلم. اللي طاقك بهالطريقة أكيد كان ناوي يذبحك. أنا استكلم، من اللي طاقك بهالطريقة؟ للأسف يا دكتور، أنا. أنت؟ صدقني يا حضرة الضابط، ما حطقني. أنا كنت نازل من دري بسرعة وطحت.
متأكد؟ متأكد يا حضرة الضابط. يعني أعتمد أقوالك؟ أعتمد أقوالي لأن ما عندي حاجة غيره. على راتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت أبو؟ إي نعم. أيوه أنس، شلونك الحين؟ ولدك ما يبي يتعاون معانا، الظاهر يبي يتستر على اللي اعتدى عليه. لو سمحت، أنا قلت لك إني أنا طحت من الدرج، وإذا مو مصدقني اسأل أبوي. أشوف أبوك ساكت. حضرة المحقق، أنا اللي طقيته. شنو؟ بخير، ما بيني شيء. خالد ايش في ولدي؟ ما في الا العافيه ان شاء الله، لا تحاتين، ما في الا الخير. خالد لا تقص علي، انا سامعتهم بالتليفون يقولون ان عنده نزيف. يما انا بخير بخير وما فيني شيء. خالد كنت فضل معي شوي. لو سمحت انا متنازل عن مفهوم يا انس، بس هذه قضيه اعتقد ان اعترافي واضح وكافي وهذا الصد. يا جماعه فهموني شو السالفه. ما كل الخير يا ابو عبد الله، ماكو شيء ان شاء الله. خالد لو سمحت تفضل معي. انس يمه خير، ايش صاير؟ المحقق ايش يبي في ابوك؟ خلاص انا بخير وما فيني شيء. بس هذه صحتك. يما تدري ان انا ما احب قعده المستشفيات. انا ادري انك ما تحب قعده المستشفيات، بس انا ما راح اخليك تطلع من هني لما الدكتور يجي ويشوفك ويرخصك. يما الله يخليك. الله يخليك انت يا انس. اعقل ويوز، انت منت ياهل علشان انا اعلمك الصح والغلط. يعني رايلك اللي سواه فيني هذا الصح؟ انت ايش فيك؟ تتكلم بالالقاز؟ كلامي واضح يمه، ولا بتسوين روحك ما تعرفين؟ منار انت فاهمه شيء من اللي يقوله؟ لا يا عمتي. رايلك هو اللي سوى فيني كذي. شنو؟ ابوك هو اللي سوى فيك كذي؟ اي يمه ابوي. ابوي هو اللي كان يبي يذبحني. تطمن استاذ عبد اللطيف، احنا بنسكر القضيه واعتبرها منتهيه ان شاء الله. شكرا، انا شاكر لك، شاكر لك جدا. شكرا. السلام. شكرا. أحد يسوي بولده كذي؟ أحد يطق ولده بهالطريقة؟ إيش دعوة؟ كلنا نطق عيالنا؟ نبي نربيهم إيه، بس مو بهالطريقة. ما صاير بأنس شيء، كان ينيت. وليش؟ إن شاء الله حدك سوى كذي يا يبا. حسبنا علي. أبو عبد الله ما قدرت أقضي بأعصابي. هذا احنا نقول خالد؟
خالد اللي يقدر يسيطر على أعصابه، الحكيم اللي يوزن الأمور عدل، وين راح هذا كله؟ أنت تدري شو السبب اللي خلاني أطق أنس بالطريقة هذه؟ لا ما أدري، تفضل قل لي. أنس يا أبو عبد الله شكى على أخوه بالمخفر، وإبراهيم مقطوط بالسجن ليل حين بسبته. شنو؟ هذا اللي صار. لك شو ما حد يرد؟ انت متأكد هذا رقم ابوك؟ ايه متأكد. دق عليه مرة ثانية. زين راح احاول مرة ثانية، بس يا ويلك اذا قصدك تلعب بيه. راح فرق هذا المسدس براسك وخليك تسبح بدمك. أبو عبد الله أرجوك خلاص، ما في داعي تلومني ولومك. أنا بلحظة غضب فعلا بغيت أذبح ولدي، وأنت لا تنسى بعد في لحظة ضيعت عبد الله. آسف سامحني يا أخوي، أنا ما أقصد بكلامي شيء. أنا اليوم ما أدري إيش فيني، حاسس إني ماني طبيعي. أرجوك لا تلومني. ما عليه، ما بين الإخوان زعل ولا عتاب، خلها على الله بس. قوم خدش داخل أحسن. قلت لك ما راح اخليك تطلع. خلاص ما انا بروح بس. عشان ما شرب. ايش فيكم؟ ولدك يبي يطلع وبهالحاله. الله يهداك بس يا انس يا ولدي، وين بتروح الحين؟ انت صلوا على النبي يا جماعه، ما في داعي. اللهم صل على سيدنا محمد. انس ابوي، انا ودي اقول لك شيء. ابوك لما طقك ما كان قصده يأذيك، زين؟ وبعدين ترى ساعات الانسان ها ينسى روحه. لا تنسى ان ابوك ترى يحبك ويحب مصلحتك. الو الو، عليكم السلام. يا اهلا مرحبا. اهلا، اي انا عبد اللطيف. اي انا اي انا والد عبد الله. عبد الله عندكم؟ انتم منو؟ ايه تبنوا اول تحكى. السلام عليكم. سلام. أنا جاي من لبنان وأبغى أروح دمشق، بس ما أعرف شلون أروح إلى دمشق. من وين؟ ما بعيا. عفوا؟ عفريت. أنا جاي من لبنان، شلون أوصل الشام؟ أوكي. You speak English? Yes, I do. Okay. I came from Lebanon. Okay. And I don't know where am I. You're in Israel. What? Israel? Israel?
كم كم Sammy, I came from this is Israel, sure. This yes, is. You are on. Yes. فاهم 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 بس ابي اسمع صوت ولدي. عبد الله ولدي وينه؟ الله يخليك خليني اسمع صوت ولدي. يعني انت شنو ما مصدق احنا خاطفين ابنك؟ ما تقول لي شلون عرفت تليفونك لعب بالكويت؟ قابل انت باب الشركه حتى اشاق وياك؟ مصدق بس سمعني صوت ولدي. ابي اسمع صوت ولدي عشان اطمن عليه بس. ها تريد تسمع صوت ابنك؟ بسيطة. تعال لك. هاك. سمع صوتك لأبوك. ايش فيك؟ ايش اللي صاير؟ احكي ايش فيك؟ انخرست؟ الو. الو؟ عبد الله؟ عبد الله شلونك حبيبي؟ شلونك يبا؟ أنا غريبة. شلونك وشلونك؟ جيب التليفون يبكي لي. ألو عبد الله. ها سمعت صوت ابنك هسه؟ زين قول لي شلون أعطيكم الفلوس؟ شلون؟ ألو شو السالفة؟ علمنا تكلم. عبد اللطيف تكلم يا اخوي. ايش فيك ساكت؟ طالبين 300,000 دولار. ومنو هذول اللي طالبين 300,000 دولار؟ هذول اللي خاطفين عبد الله. عبد الله اخوي. لا طول بالك. كل مشكلة ولا حل، وان شاء الله نلقى مخرج من هالموضوع هذا. خلينا نفكر بس شو نسوي. لا حول ولا قوة الا بالله. استغفر الله العظيم. هد روحك روحك يا لطيف. يا رب متى يطلع الصبح؟ يا رب شو اللي يصبرني؟ إيمان نورة زين رجعتي. حاسة نفسي مثل المجنونة. أبي أي أحد أتكلم معاه. خير يا إيمان؟ شفيك؟ ماني قادرة أنطر للصبح. حاسة نفسي مخنوقة.
ما علي يا إيمان، كلها كم ساعة ويطلع الصبح وتطلعين. متى بس؟ متى بس يا نور؟ متى؟ متى بس؟ يا رب يا رب يا رب. يما يما سامي، بسم الله الرحمن الرحيم. يما قومي يما سامي. يما سامي سامي. يما انت كنتي حلمانة بسامي مو كذي؟ سمعتك بالحلم وانت تنادين اسمه. أكيد أكيد أخوك سامي واقع بديئة. أكيد أنا أحلامي ما تخيب ما بتخيب. يا يما هذا مجرد حلم، أنت عشان كنت تفكرين فيه قبل تنامين عشان كذي حلمتي فيه. يا رب يا رب طمني على سامي. يا رب يا رب ترجعه بالسلامة. يا إبراهيم تعال معي. وين أجي وياك؟ تفضل معي وانت ساكت. زين فهمني وين بتوديني. مكتب الضابط. تمشي ولا شلون؟ ابوي ما يرد. اكيد من نور اختي معه. هذه ما ترد. لك آخ يا أهربك عليك. والله يا حبيبي طولت الغيبة. يما طمني بس طمني، أنت عايش ولا ميت؟ اللي إمتى بترجع؟ يا ترى رح شوفك رح شوفك ولا لا؟
وينكم انتم؟ ايش فيكم ما تردون على التليفونات؟ يبال النور ايش في ابوي؟ عبد الله اخوي. عبد الله اخوي؟ ايش فيه؟ مخطوف. مخطوف؟ مخطوف شلون يعني؟ منور؟ فيصل. فيصل. ما ابي اصحى من هالحلم. انا مو حلم يا فيصل. انا لا. سامي يا فيصل، سامي. ايش في سامي؟ خلص أنا قررت أنزل على لبنان دور عليه بنفسي. ليش أنا؟ ليش؟